طيب النهارده كمان اتحاد الكرة اعلن عشان يفصل بين الجدل المثار حوالين الفتره اللي فاتت مواعيد المباريات المتبقيه. مباراه القمه في الدور الاول هتبقى امتى؟ مباراه القمه في الدور الثاني هتبدا امتى؟ اعلنت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم اليوم مواعيد الجولات من ال 15 حتى ال 21. يمكن ما يهم فيها بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي والاسماعيلي، المباراه مؤجله من الاسبوع ال 12، هتتلعب الساعه 7:30 يوم الاربعاء 10 مارس على استاد الاسكندريه. كان مقرر المباراه تتلعب في استاد برج العرب، الاسماعيلي طلب ان هي تروح استاد الماكس، الاتحاد قال لك في استاد الاسكندريه. حاجه ثالثه. اه بالظبط، ده الجدول زي ما شايفينه حضراتكم. الاهلي والزمالك هيكون في الجوله المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع، هتبقى الساعه 9:30 يوم الاحد 18 ابريل في استاد القاهره. يبقى القمه الاولى في الدور الاول هتبقى 18 ابريل ان شاء الله. والاهلي هيلعب مع سموحه يوم 21 ابريل، وهيلعب مع انبي المباراه المؤجله في يوم 24 في بتروسبورت، ومع المصري في اللقاء المؤجل من الجوله ال 15 هيتلعب 27 ابريل في استاد الاسكندريه. الاهلي مع الجونه هيبقى في استاد السلام يوم 30 ابريل، الاهلي مع غزل المحله هيبقى الاثنين 3 مايو، الاهلي مع الاتحاد السكندري هيبقى في استاد الاسكندريه يوم الخميس 6 مايو، الاهلي والزمالك بقى القمه الثانيه هتبقى في استاد القاهره 9:30 مساء 10 مايو ان شاء الله. والله يعني الله يكون في عون الاهلي وكل الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه. يعني الحقيقه لما تشوف رحله الاهلي ال 20 يوم اللي فاتوا محدش يصدق هذا التكدس وهذا التنوع في التحديات وهذا الارهاق، مش بس في تتالي المباريات واهميتها وانك انت لازم تكسبها كلها، ولكن ايضا في رحلات السفر والناس بتختصر الارهاق في انك انت في مشوار الطياره بس، لا انت انك تروح بيتك وتفك شنطتك وترجع تقضي يومين وترجع ترتبها وتروح المطار وتاخد زي ما بيقولوا ايه اختبار اللقاح ده، يعني عمليه انك عايش على طول على سلك مشدود. ربنا يكون في عون ويقدر لعيبه الاهلي، هو ده قدركم. الاهلي عندما يدخل التحديات لابد ان يفوز فيها. طيب لجنه المسابقات كمان حددت مباراه الاهلي والنصر في كاس مصر، مباراه في الدور ال 32 حددت لها يوم 14 ابريل الساعه 9:30 في استاد الاهلي والسلام. والجمعه ان شاء الله النهارده او بكره لعيبه الاهلي هياخدوا الجرعه الثالثه للتطعيم ضد الملاريا بعد عوده البعثه من تنزانيا، والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق كان حدد ثلاث جرعات للتطعيم ضد الملاريا للعيبه، حصلوا على جرعتين والثالثه الجمعه بكره ان شاء الله. واضح جدا الجدول هذا الضغط الشديد. عايز راي طبي يقول لي الجرعات اللي عماله بتتاخد دي وتاثيرها على الحاله الصحيه والبدنيه، يعني جرعات التطعيم بتاعت الملاريا حاجات والحبه الصفراء بتاع، ما انت مشوارك الافريقي كده يعني هتلاقيك بتخرج من دي تخش في نوع تاني من التطعيمات، علشان بس نبقى مهيئين لكل هذه الامور ما نفاجئش في يعني التذبذب الهائل في الناحيه البدنيه نحتاط يعني باذن الله تعالى. ده كان ابرز الأخبار السريعة اللي عندنا في دفتر الأحوال النهاردة.